اهلا الاخوان، مع حسن. غادي نتولى اليوم مراكز جديد كما العاده، ومرحبا بالجميع. كي داير خويا حسن؟ الله يحفظك بخير. كلشي وداك المشاهدين، الله ينوركم. حنا ديما موحشينكم وولفناكم، وليت انا كنتفرج في راسي اداب دعوي ديالكم والله العظيم. والله تحياتي الاخوان كاملين كاع المدن، ومرحبا بالجميع. بالنسبه للاخوان اللي ما تاحش لي بانه يربحوا معنا، راه حسن عاوتاني دار مسابقه اليوم، وكيبغي راه ما كراش يربح كلشي، ولكن راه كل مره غتكون حاجه باش يتاع الفرصه للجميع. شنو غيكون اليوم اخويا حسن؟ مسابقه كيف ما وعدناكم خوت زوين، وبغينا بالبالكم بالبالك والدعاوي ديال الخير وهداك الشيء. شوف هاد المره يكون معنا اي واحد حسن، واحد غادي تبرع، واحد قال لك واحده جاي غيديها شي مره ديال الوالدين مجموعه. هذاك الشيء اللي كنديرو بغينا حنايا، ماشي هكا اكثرين هاد الجوائز هادو كيديهم واحد الناس اللي دراوش. من تبارك الله دوك الناس اللي عندهم قسم بالله هما كيديروا لي لايك لهذوك الناس. وين الاكواريوم يديو واحد المرة ديال الوالدين، اولا المرة ديال الوالدين، اولا شي طفل اللي يلاه داخل لهذ الهوايه. علاش؟ بحال قلتي بغينا نبنيو بهذ الهوايه الزوينه، يتامل في عظمه ديال الله عز وجل، ومنها يعرف بزاف ديال الحوايج. غيولي داخل البيولوجي، يعرف بزاف ديال الحوايج باش يعيش هذا الحوت، المكونات ديالو، المسائل ديالو، كلشي وكلشي تولى ان شاء الله. غنشوف شنو كاين اخويا اليوم حسن. الجائزه هي الاولى، هي الاولى دو الاخوان، اللهم بارك. الاخوان الله يبارك. درنا لهم واحد اكواريوم اللي هو داخل فيه شي حاجه اللي ناتيغيل وشي حاجه ارتيفيسيال. علاش؟ حيت هذه الجائزه يكون قدر الله، والله اعلم حنا ما عرفناش، يكون بين الله مبتدئ ما تيعرفش كيفاش يعيش. درنا لي شي حاجه اللي هي صحيحه وكتوالم مع بعضياتها وزوينه. الله يبارك. الانواع ديال هنا احسن الانواع اللي كاينين. هنا عندنا خويا ليفوف الكيبي المولي المولي، وعندنا شي حاجه ديال الكسيفو وشي حاجه ديال الكيبي حتى هما. غادي يكون خلاكه كومبلي بالفلتر ديالو بالبوله ديالو، في لا ليميير بروفيسيونير اللي فيها لا كولور ديالها كتبدل في الالوان. هما اللوينات ديالها راه كتبدل اللون اللي بغيتي، اللون اللي بغا. بس هذا اللون هذا ديال الليل، الناس اللي كيبغيو يريحوا كيبغيو شكليرات تكون واضحه بزاف، هذا لون زوين. هذه هي الجائزه ديال خوتي الزوينين، وقسم بالله تستاهلوا اكثر. كنطلبوا الله عز وجل كاملين يجمعنا في الجنه غير تحب محبين ديال هذه الهوايه النقيه. خويا حسن الميره ديالكم دا كما قلنا، راه اللي غادي يجيب عاوتاني اكبر عدد ديال الجامعه هو اللي غادي يربح. باش كلشي شارك. الله يسخر لي، الله ييسر لي، ما يداز عيم ولا كريم ولا مرض الوالدين. داك الشيء اللي كاين. الميره ديالك خويا حسن اللي بغى شي حاجه 06 69 12 12 60 91 هاي النادي خويا حسن ديالنا، راه حافظه وراه عارف المعامله كي دايره. شوفوا شريك المعامله كنتعامل معاكم اقسم بالله، ماشي باش تزكيوني نتوما، لا، الله عز وجل اللي تيزكي العباد لله. كنتعامل معاكم لله واحبكم في الله. داك الشيء اللي كان، وبغينا كل شيء يتولع، كل شيء ان شاء الله هذا باش نبداو خويا حسن الحوت اللي جا جديد. الله اللي بدا، بسم الله نبداو اليوم بهذا الباربي اللي درنا فيه واحد الثمن اللي جد معتبر وما كاينش في السوق. حتى كان عند شي وحدين راه قليل شويه. المهم باربي زوين تبارك الله، لا طاي ديالو، لا طاي ديالو زوينه. وكما قلنا اللي كيجي راه كيعزل ضروري يعزل، ولا في شي مدينه كاع اخرى كاع صيفطنا ليه باكش. واليوم هاد شي سنين وثلاث من هاد المنبر تنحيي ليكيب ديالي، اللهم بارك ليكيب زوينه، تهلات في الناس، صيفطات الناس، شي جوج الناس ولادي نسينا لهم شي حاجه، وعدناهم كنا لهم غنعوضوا لكم، غنعوضوا لهم ديالو. الله يبارك. حسن بالنسبة للثمن هنا 20 درهم يعزل واحد 20 درهم اللي بغا خضراء ولا حمراء مغربية، وكاينة المغرب. اللي طايرة كاينين، ومرحبا بالجميع. الله يبارك. ندوزو حسن هنا عندنا النيو، النيو الله يبارك، اللهم بارك خوت الزوينين. كيفاش تشوفوه ما تنعاودو الفيديو في شي اسبيس الا باغيين نقصوا له في الثمن. 12 درهم هنا، 12 درهم، 12 درهم اللي بغا الجملة، اللي بغا 10 10 دراهم، من 10 كيبدا تجمع 10 درهم. 10 درهم الله يسخر ليه، اللي بغا 3 ولا 4 ولا 5 نحسبوا ليه 12 درهم والله يسخر للجميع. راه كاين هذاك اللي فيه الزرق، فيه جوج كولورات، النيو نوار النيو غوج. الله يبارك. نشوفوا هنا لي فوف، هنا لي فوف خويا الياس. الله يبارك فيك، باقي في تو العدد. لا تبارك الله كاين العدد وتا الكولوراسيون راه زوين. هادو خوتي صغار، هادو صغار واللي صورنا في الفيديو السابق راه كبار. الله يبارك. هنا الثمن حسن خويا 15 درهم هنا، واللي بغى الجمله 12 درهم. الجمله 12 درهم، الجمله 12 درهم الثمن معتبر. شوفوا هنا كاين في هذا العطاي ديال، هنا عندنا خويا هنا شي حاجه ديال الطيب دليو. المهم راه من العدد عندنا فيها جوج اسبيس، هذه اللي كنا صورنا في محلي، هذيك الصغيره هذه صورناها المهم دايره 80 درهم، وكاين هذيك الصغيره راه هي ب 40 درهم.
راه يمشي تشوفوا لاطاي حيت شي ناس يقولنا خويا قلنا لاطاي انا ما كجربناش نجيب لكم ميترو نبداو نعبروا لكم انا فاش نقراو في الوراق بلي بوس كيتسمى بلي بوس المهم هذه الكبيره 80 الصغيره اللي راسها احمر اللي راسها احمر سميتها تيدوليو تيقول لها تيتروج هذيك 40 درهم كاين هاد الوينات راه فيهم الوينات فيهم وفيهم العدد راه فيهم كونتيتي غير حاطينهم في مجازات اخرين حسن دوزو لهاد النوع هنايا راميريزي الله يبارك لاطاي ديالو قوة المرضيين بالنسبة لهذا الراميريزي جون إلكتريك قوة الله أكبر و 35 درهم من الأخر مكيناش 1000 ريال هذا الزوينات ديالو وكاين لي بالونسيور هذو عندنا بالونسيور واحد لاطاي كبيرة كانوا عندو واحد السيد مربيهم في الدار تبارك الله الصناعة الكبيرة فيهم شي 16 سنتيم بحال هكا في العبار ديالهم راه كبار الحجم ديالو وكاينين الصغار غادي نشوفهم هادو حصل الثمن ديالهم خويا داك الكوبل غنحسبهم اللي بغا غنحسبهم ليه ب 200 درهم جوج بياسات جوج بياسات لاطاي كبيره راه جوج ب 200 درهم جوج ب 200 درهم كاين هاد لاطاي وكاين لاطاي صغيره حنا نشوفوها نعم ثلاثه راهم ان شاء الله ها هو لاطاي ديالو وكاين الصغار هنايا الصغار هما الصغار هادو حسن هاد الحجم هذا 35 درهم 35 درهم 35 درهم دابا وكاين الباربي في هاد لاطاي باربي هذا باربي طاي غليظ هذا 25 درهم راه لاطاي اكس اكس ال اللي بغى يخدم به الناس اللي تيبغيو يخدموا هذا مزيان ليه هذا الحجم ديالو حسن نشوفو هنا لي كوميد الجديد والجديد والجديد والمفيد اللهم بارك الجميع حنا كنجيبوها الخوت حنا عندنا لوطيل كتبات عندنا كتشي عند مواليها الله يسخر ليكم الله يبارك راه فيهم تبارك الله خويا الياس بالنسبه للاسم ديالهم كوميت فوالي اللي عنده الفوال ديالو كبيره وكتزيد تكبر مازال وبالنسبه للاطاي ديالهم فيتين 10 سنتيم تنقول لكم فيتين 10 سنتيم يعني 14 15 وبالنسبه للثمن ديالهم راه ثمن غنديروا ليه ثمن زهري 30 درهم 30 درهم الله يسخر الجميع لا لا هادو عنده عشاقه ديال هادو مع المرات والله الا كليان واحد تيقول لي صيفط لي 30 20 بغا يديرها في كواريوم يتولع بهم حيت شي صحاح صحاح هادو تبارك الله الناس المبتدئين هذا الحوت صحيح بحالو بحال البواسون حسن دوزو هنايا المولي هذا المولي اخويا الياس الله يبارك المتتبعين ديال الناس قيو عيوناتكم الزوينين الله يسخر لكم هادو بواسون مولي جولدن بلاك بالنسبه ليهم هو الولاد تبارك الله اللي بغى يخدم بهم راه ولادات راه شي ناس دابا كنتعامل معاهم كيولدوا عندهم كيجيبوا لي البيبي ديالهم كبروا وكنجي نشريهم عندهم عاوتاني انا حسن الثمن خويا الثمن غنديروا جيد معتبر ان شاء الله 20 درهم معروف 20 درهم المهم 20 درهم جيد معتبر يعني كتباع اكثر فيهم ديكورون تاعو فيهم ديكورون تاعو ورجع لي اخويا الياس شوف لي مزيان العدد يعني اللي بغى 1000 كاينه 1500 كاينه انا خوشي اللهم بارك كاين العدد واللي بغى شي حاجه الله يسخر ليه واللي بغى يترزق الله راه غنقصوا ليه اللي بغى بحال دابا ندير لكم 100 بسيط اللي بغى 10 نحسبوا ليه 17 درهم واللي بغى 100 راه نحسبوا ليه 15 درهم اما اللي بغى 5 راه 20 درهم هذا ثمن ديال الاخوه معروف هذا الشيء هو النبي عاد حسب ندوزو هنا كاين الاوسكار كاين الاوسكار شي لابانات عشاق لابان عندنا واحد السمكة الجميلة خويا الياس راه ما شاء الله عندها عشاق ديالها عندنا السيفريون والبيرانا المهم حنا راه ولينا معروفين الحمد لله بالسيكلو دي امريكان اللي بغى شي حاجة في لاكوموند كوموندي ولي غير كوموندي وسيفط لينا لابا خويا الياس كاين هذا حجم كبير واحد الدولارات بيرانا اللي بالدولار افوكادو تاعو كاين اوسكار قلت مرحبا واحد اوسكار شو سبحان الله الخلقه ديالو كي داير هذا فيت مضارب هذا اوسكار هنا حسن شحال هو هذاك الكوبل ديال اوسكار غنديروا لهم واحد الثمن جد معتبر 500 كوبل فين هي الكوبل هو هذا هذيك فامين والمال ديالها راه كيدور لهي هذه الفامين اللي فيها هذوك الفامين هي هذيك والمال ديالها هو هذا البلوك هذا اللي حداه هو هذا شحال كتبقى الكوبل 500 درهم بجوج درهم الله يسخر لهم هذا الاوسكار اللي بوحده هذاك اللي بغاه 150 درهم العطيه ديالها شويه الدولار الدولار غنحسبو من خوت الزوينين 120 درهم الدولار 120 درهم طيب كبيره في شربات بيسه تقريبا و بيرانا بيرانا خوتي 200 درهم والله غالي الحجم ديالها كبير كتبقى 200 درهم عندنا هاد لابان تاهي تبارك الله راه لابان هاد الحجم جوج بياسات هادي كوب لا لا هادو ما عرفتهمش كاين هادو شحال الوحده
وهذا بجوج وما يديروا شي 600 درهم بجوجهم 600 درهم ما زوين والروكان حسن الروكان 500 درهم هذه حسن اخويا ديك السيفريون هذيك اللي اشترى جوني السيكلي ديال تكساس الله يبارك فيك جماليه الله يبارك بحال الشكل ديال الفاصيله ديال ديال الملابس اشترى الله يبارك الثمن ديالها حسن خويا هذيك 200 درهم ماشي 200 درهم الله يبارك وبين انتي وفامي اللي عنده الفاصيله بحال هاد الفاصيله الف مرحبا حسن شوفوا الاكواريوم راه كاين هذا هادو تما من بعد نعاودوا نوريو الاكواريوم مزيان المهم الناس اللي سولونا قالوا لنا اكواريومات وريونا شي حوايج وانا ندخلو لكم في هاد الجوده ديالهم هذا حسن شحال كتقطع هذا خويا تقام عليهم بحال هكا ب 500 درهم الديكور اللي داخل من عندي غراتوي هذا كان بوحده ب 500 درهم وكاين هذا اللي حدا هذا حتى هو بالديكور ديالو دابا ب 700 درهم الديكور غراتوي من عندي وكاين هادو هنا هادو العاديين عندنا هاد لاطاي العاديين هادو خوتي 500 درهم فيه تقريبا 500 درهم هذا فيه 50 سنتيم 50 كاين هذا صغير منه فيه تقريبا شي 30 سنتيم هذاك اللي صغير منه 30 سنتيم هذاك 350 الحجم اللي هنا فيه ليطاي هذا تقريبا فيه شي 45 سنتيم اللي صغير منه 30 سنتيم وكاين اللي كبر منه 50 سنتيم هذاك كبر منه 50 سنتيم هذا شحال كيبقى ديال 50 سنتيم هذا كيدير 700 درهم ونعطيهم الديكور دابا كادو من عندنا بوستير ديكور الداخل غرافي ومسائي هذا بحال اللي شفنا برا بحال اللي شفنا على برا هذاك ديال 700 حسن دابا ندوز اي سؤال اي معلومه في هادشي ديال البيولوجي لي بلونت ناتشيغيل اكواسكيب السي عبد الله راه معنا غني على التعريف وراه تبارك الله جابو الله هو اللي مكلف ليا بالكليان كيصيفط لهم لي فريزو والمعلومات اي حاجه راه معاونين الحمد لله في ظلم الله ها هو معنا كي داك عبد الله بخير كل شيء هو داك هو عبد الله يشرح لنا الفلترات ويشرح لنا الاكواريوم واللي بغى يدير مثلا شي اكواريوم من ازيرو والمعلومات غادي ناخذو معاه ومرحبا بالجميع عبد الله خويا كي داير بخير الله يحفظك ليا عطينا خويا قبل ما ندوزو للفلترات اللي بغى يصايب شي اكواريوم بغى يعمرو من ازيرو ما عارفش اول حاجه خصو يدير غا يصور لنا البلاصه اللي غيحط فيها الاكواريوم هذه اول حاجه يدير ثاني حاجه نوعيه ديال الدجاج مثلا كان غيصايب مثلا هو ولا حنا غنصايبو ليه كنعطيو نوعيه ديال الدجاج اللي خصو يدير ماشي اي دجاج كيدير الاكواريوم يعني خص لي بيسور ديالو الفلويديتي ديالو يعني ما خصوش يديروا مثلا شي لي بيسور رقيق مثلا خصو يديروا مثلا واحد لي بيسور بيض على حساب الماء اللي عنده على حساب الليتراج المهم هذا اي واحد كيصورنا البلاصه بعدا باش كنعرفوا اللي يكون واصل الشمس اللي يكون على حساب المشاكل ديال الاكواريوم من بعد ثاني حاجه خصو يعرف هو ان الماء خصو ضروري يدورو ماشي ما جديد يجي يحط فيه الحوت الماء الجديد ديما كيقش الحوت هذه خصها تكون ديما يكون ديال البير اول حاجه خصو يدير الماء يدورو علاش كاين واحد الحاجه كتسمى السيكل بيولوجيك هذاك السيكل بيولوجيك كيدور 15 يوم حتى لشهر ملي كيبغي يدور مثلا كان زربان بالحوت شي بروجي شي حاجه مثلا كنديروا كنحاولوا نسرعوا الوتيره ديال الدوره البيولوجيه الدوره البيولوجيه كتكون في شهر ديما الحوت ما تاخذش الحوت حتى دير الدوره البيولوجيه ديالك الا ما درتيش الدوره البيولوجيه كاين المشاكل فهمتي ثاني حاجه من بعد ملي كنديروا الماء الناس كتطلب ديكوراسيون اولا كيدير ديكوراسيون من عنده الخوت الله يجازيكم بخير بالنسبه للديكوراسيون راه كاين ديكوراسيون اللي خصها تجي مع الحوت ديالها لان انت مثلا ملي كدير واحد النوع ديال الحجر كتلقى واحد البلاصه باش كتجي كتحطو اولا كتلقى مثلا الحجر في البحر كتجي كتحطو لا هذا خطا كتسول الناس اللي مكلفين بهذا الشيء مرحبا سؤال واخا تصيفطنا واحد الحاجه مثلا عندك وبغيتي ديرها في الاكواريوم سولنا قبل حيت انت ملي كتحط مثلا واحد الديكور ما كتعيقش به كيقتل لك الحوت علاش حيت الماء اصلا عنده واحد الكيمياء ديالو واحد الكيمياء ديالو هذيك الكيمياء ضروري كتعرفها فيها البي اش فيها الكي اش فيها الجي اش فهمتي هادو ثلاثه الحوايج خصهم ضروري يكونوا في الماء ملي كتحط واحد النوع ديال الديكوراسيون مثلا واحد النوع ديال الرمله راه كتضرب لك الحوت حنا ملي كنعطيوك واحد الحاجه كنعطيوها لك نوتر كيفاش نوتر يعني في البي اش ديالها مزيانه ما كتكون هابطه ما كتكون طالعه ما كتلعبش على داك كيمياء الماء المهم هادشي سولنا راه فيه بزاف كيمياء الماء راه ما كتساليش فيها بزاف سولنا وحنا نجاوبو بالنسبه للديكوراسيون حاول تعزل ديكوراسيون اللي هي مزيانه كمثال الفراش لو فوفون ديما الفراش يكون مزيان غرافي اولا مثلا الرمله حيت كاين واحد الحوت كيبغي يعيش مع الغرافي وكاين واحد الحوت كيعيش في الرمله واش فهمتيني حيت كاين واحد الحوت تقدر مثلا تحط ليه الرمله ما غتعجبوش هو اصلا في الاصل ديالو عايش ديجا
واحد مثلا واحد دولار ولا شي حاجه كيكون عايش ديجا في الكرافي، يعني ضروري تسول قبل ما تحط. ديكوراسيون راه فيه بزاف، اكواريوم بلونتي، اكواريوم ارتيفيسيال. ننصح الاخوات المبتدئين اكواريوم ارتيفيسيال تبدا به، راه احسن حاجه، ما تبداش بالبلونتي. بالنسبه للاكواريوم الارتيفيسيال مع البلونتي كاين بحال هادو، من الاحسن تبدا بحال هكا، تبدا برميله غرافي لي بلونط ناتشورال لي بلونط ارتيفيسيال، كتبدا بعدا كتعرف يعني حتى كتمرن على هذيك الهوايه اش عندك حق دير شي حوايج باش ما تكونش عصا. حنا غير باش تسالك بلا ما تهلك مع خونا حسن، فهمتيني؟ حنا محاربي الغلاء، ما كنبيعوش كوتشينغ فابور، ما كاينش اي حاجه بغيتوها سولوا، حنا راه الاشاره. بالنسبه للثاني يعني من بعد هذا الشيء هذا كامل اللي قلت لكم، كندخلوا للفيلتراسيون. الفيلتراسيون خوت راه فيها بزاف، كاين اللي كيدير فيلتراسيون اللي هي كتكون مثلا بالمونو بلوك، كاين اللي كيدير فيلتراسيون اكستيرن، كاين اللي كيدير فيلتراسيون انترن على حساب. بالنسبه للفيلتراسيون اللي المونو بلوك، ايوه هذا المونو بلوك كيدير في الاكواريوم، كاين الناس اللي كتبغي دير المونو بلوك باش كيتهناو من الفيلتراسيون. هذا مونو بلوك راه ساهل، شي اكواريوم فيه المونو بلوك بحال هنا، بحال دابا مثلا هنايا كيكونوا فيه تروا فاس، فاس كتكون فيها اللاوات سيراميك والشاربون، وفاس كيكون فيه الموتور. كاين واحد الطريقه هذه اي واحد يبغي يسولني عليها، لان فيها واحد المراحل ضروري يسول عليها باش نفهمو مزيان. الفيلتراسيون انترن راه ساهله، كيكون الموتور مثلا كيكون انترن كيفيلتري الداخل، غير لا بويسونس ديالو سولونا الخوت، وديما تعطينا العبر ديال الاكواريوم. حنا راه كنحسبوا الليتراج وكنعطيوكم لا ديبي ديال هذاك الفيلتر، حيت انت ملي كدير مثلا فيلتراسيون كبيره كيكون عندك حوت صغير، الحوت الصغير كتستريس اوتوماتيكمون، الماء كيتم غادي جاي، الحوت ما كي المنظر ما كيبانش لك، لي بلون طايحين مثلا ارتيفيسيال ولا هذا. المهم داكشي على حساب ديكوراسيون ديما مرونه عندك، سول قبل ما تشري. بالنسبه للفيلتراسيون الانواع اللي كاينين، حنا غادي نعطيكم غير فيلتراسيون بعدا بيولوجيك، حيت بزاف الناس دابا ولاو كيقلبوا على شي حاجه بلونطي وكيقلبوا على الحوت الصغير. ننصحكم الخوش بهاد فيلتراسيون بيولوجيك. هاد فيلتراسيون بيولوجيك فيها السيراميك وفيها واحد النوع ديال لي بونش. هاد السيراميك هذا راه كيتخباو فيه لي بكتيري اللي هما اللي دويت لكم عليها قبيله ديال السيكل بيولوجيك، راه كيتخباو لي بكتيري هنايا مع هاد الفلتر هذا. المهم هادو قادين الغرض في اكواريومات صغار. كنصح الناس منيش بغات تاخذ حوت صغير تحاول دير فيلتراسيون بيولوجيك. والناس اللي عندها مثلا لي زالفان، الناس اللي حرفيه راه عارفين هادشي لي زالفان مثلا شي حوت مثلا باغي هو يتولع بحوت كيولد مثلا، ضروري كدير هاد الفلتر بيولوجيك. عندك مثلا اكواريوم بلونتي اكواريوم صغير، فلتر بيولوجيك. هادشي الفلتر بيولوجيك فيه بزاف الاستعمالات، واي حاجه سولوا مرحبا بكم، حنا راه الاشاره. خويا عبد الله، دابا بزاف الاخوان كيسولوا اشنو النوع ديال الماكله اللي غنعطي، والوقيته اللي غنعطي فيها الماكله للحوت، شحال من مرات في النهار مثلا، واشنو النوع اللي غنعطيه، واش الحبوب ولا قشور ولا اش من ماركه غادي نحتاج؟ الحوت بالنسبه للحوت راه فيه ثلاثه الانواع اللي كمثال مثلا كاين واحد الحوت كيعيش لتحت، وكاين واحد الحوت كيعيش للوسط، وكاين واحد الحوت كيعيش في السيرفاس الفوق. يعني هاد الحوت اللي كيعيش لتحت راه ما يمكنش يطلع لك الفوق وياكل لك الماكله، تفهمش؟ بالنسبه للحوت اللي كيكون عايش الوسط راه ضروري خصو ماكله اللي كتنزل اللي كتم جنازه، يعني اللي كتلوحها كتكون فيها ما كتشدش لا طون غون عاش كتلوحها كتهبط ديريكت كتهبط كياكل هو. والحوت اللي كيكون عايش فوق راه كاين عندنا حنا واحد النوع ديال الماكله اللي كتبقى فلوطون فوق، يعني هادو هما الانواع. بالنسبه للماكله الخوت ننصحكم ماكله اللي هي مزيانه، ماشي اي ماكله، كاينين بزاف الانواع ديال الماكله، وكاينين كاين ملايير الانواع ديال الماكله، يعني ما نقدرش نحدد لك الانواع ديالهم. وهذا ننصحكم الخوت بماكله قصيره المانيه اللي هي مزيانه، ننصحكم بها كمثال، وهي نقدر نصيفط لكم منها حتى العبار اللي بغيتو. هذه قشور، وهذا النوع هذا راه كيبقى الفوق راه فيها بزاف ديال الانواع ديال البروتيين، بزاف الانواع يعني اللي غيحتاجها الحوت، فهمتيني؟ بالنسبه للماكله هذه اللي كتبقى الفوق، بالنسبه للماكله اللي كتنزل في النص راه كاين هذا النوع ديال الماكله مخلط، كتسمى كوند ميكس رويال، وفيها بزاف انواع السيره. راه ماشي بالضبط غنعطيك هذه، راه ملي غتقول لي النوع الحوت ديالك راه غادي نصيفط لك
الماكريل اللي غتحتاج. بالنسبه للحوت اللي كيعيش لتحت عندنا واحد الماكله هي سبيرولين سميتها اونيب سير، راه كتلوح عليه كيهبط هذاك الحبوبه كتهبط لتحت، او ميم طون هاد السبيرولين راه نقدر نعطيوها للحوت اللي زالفان، نقدر نعطيوها للحوت اي حوت، يعني هذا ملي كينزل راه اي حوت كتقدر تشد بياسه مثلا تلصق في الجاج كياكل منها كاع الحوت، يعني جميع انواع الحوت وبالضبط الحوت اللي كيعيش في لاسيرفاس لتحت. بالنسبه للانواع الاخرين ديال الماكله راه كاين بزاف، كاين القشور كما وريتكم، كاين الحبوب، وكاين واحد النوع ديال الحبوب اخر اللي حنايا هو اللي غادي نديرو به ان شاء الله. هذا كويس، هذا هو هذا اللي قلتي لي النوع اللي جا جديد، هذا هو النوع الجديد اللي هو حبوب كنبيعوه بالعبار، مي حنايا درنا كاس ب 20 درهم وهذا راه كميه كافيه، هذا عندها ماشي كميه كافيه، عندها واحد المده، ها انت غير هاد شويه هذا راه كافي نعطيو الحوت مثلا وراه كياكلو، ها انت راه كيفاش كما كتشوف هذه ماكله رقيقه تقطع على الحوت الصغير، وعندنا فيها الموين وعندنا فيها الغليظه، يعني كاس ب 20 درهم. بغيتي كيلو راه حنا كنديروا ثمن العموم 40 درهم، ما كاينش 50 درهم، ما كاينش 60 درهم، كاين الناس اللي كيشروه ب 60 درهم، حنا كنديروا له 40 درهم. كتبقى 40 درهم. هادشي طيب الله، علاش هاد 40 درهم؟ باش تستهلك بلا ما تهلك. وحارب الغلاء. ما كاينش غير غراف ديال الكيتشوب، حنا ندير لكم غراف ديال الريب. هادي 20 درهم، مرحبا. وريهم النيود شكي دير. عطاهم النيود. وبالنسبه للماكله شحال مره نعطي الحوت ديالي في النهار؟ الحوت في النهار من الاحسن كل ما قللتي لي الماكله كل ما مزيان. ما نعطيش حتى تبقى الماكله في الاكواريوم. الا عطيتي الماكله واحد الكونتيتي كبيره كتبقى في الاكواريوم، اش كطر الاكواريوم كيطلع التلوث في الماء، كيطلع التلوث كيطلع الامونياك كتولي في المشاكل، الحوت كيموت، هادشي ما تدخلش فيه، حاول كل ما قللتي الماكله كل ما مزيان. والله شو شنو دار انا؟ هذا الماكله اللي وريناكم كيف ما كتشوفوا تبارك الله النيو راه كالها، راه كيف ما قلنا لكم الخوت ماشي كاين هاد غير هاد العبار، اللي طامي ديالها كاين هادي، كاين المويان وكاين الكراد كبيره، على حساب الحجم ديال الحوت اللي عندك. على حساب الحجم ديال الحوت، بالنسبه لهادي راه كتعطي الحوت صغير، المويان راه كتعطي الحوت المويان، والكبيره راه كتعطي الحوت كبير. على حساب الاحجام ديال الحوت. على حساب الاحجام. حتى دابا بحال الحوت بحال هذا ما يمكنش نعطيو هاد الصغيره. ما يمكنش نعطيو. لانه ما غاديش يقد عليه، ماشي ما غاديش يقد ياكلو، يعني ما غاديش يقال ليه. غاتجي صعيبه في الماكله ديالو. غاتجي صعيبه في الماكله ديالو. من الاكواريوم كما قلنا قبيله نحاولوا خوت الله يحفظ الوالدين، اللي بغى شي اكواريوم يصيفط لنا التصويره للبلاصه فين غيحط، نعطيو النوعيه ديال الدجاج كان غيصيب هو غنصيبو حنا، مرحبا ما عندناش مشكل، حنا كننصحوا الناس باش ملي دير اكواريوم في الدار تكون عندك شي حاجه زوينه تفرح تولع، ماشي تشري اكواريوم يموت لك الحوش ما كتعرفش، هادشي كامل حنا نجاوبك عليه اي سميتو عليه. بالنسبه للحوت كتقول حنا غنسافروا، انا كنسافر بزاف، كاينين انواع اللي كنعطيو ديال الماكله اللي كتبقى مثلا واحد 15 يوم في الاكواريوم، كاينين ديستريبيتور ديال الماكله اللي كتخليه كتحقو كدير نعطوك لي بلون ناتشورال اللي قد يكونسومي منهم الحوت، كاين بزاف الناس اللي مبتدئين والناس الهوايه، راه لاشارتكم اي واحد مرحبا به، اللي عندنا مرحبا به، ما عندناش مرحبا به، نجيبوها لي باحسن الاشمنه ومرحبا في اي وقت. الناس اللي كيسولوا على لي برودوي ديال لاكواريوم اليوم السي عبد الله بهادي وري الناس كيفاش المشاهدين السبيرين عطى الباربي هو هذاك كيجمعوا عليه في الزربه هذه هذه مزيانه للحوش هذيك. الناس اللي بغا يعطيو هذيك لونيب اللي قلت لكم ديال سبيرولين كتلصقوا عليهم بهذه الطريقه هذيك وكتخلي الحوش ياكلها. ويجي لها. كتخلي مثلا ها انت مثلا النيو ها هو كتحطها ليه بهذه الطريقه وكتخليه هو يجي كونسومي منها. راه تي كيعرفها تي كيعرفها ولا تي هي كتشرب الماء وكتبدا تطلق راه كيبدا يكونسومي منها اوتوماتيك. هذه كتسمى سبيرولين، هذه واحد الطحلب كيعيش في البحر. وكتعطى للانسان وكتعطى حتى للحوت، هو مزيان ليه اللون بزاف الحوايج، وكاينين واحد الانواع اخرى ديال الماكله ملي كتسولنا الناس راه كنعطيوه. اما رجال الباربي بدا كياكل منها. الباربي راه كياكل منها، هذيك هي لونيف اللي شرحت لهم قبيله. راه مازال تكونسونطرا شويه. الحوت ما كياكلش لك، علاش كيفاش سولنا؟ حنا نجاوبوك. بالنسبه للناس اللي كيبغي كيسولونا على لي برودوي، بالنسبه للي برودوي اي برودوي احتاجيتيه حنا نوجدو لك لي برودوي ديال الماء. باش تبدل الماء، كيفاش تبدل الماء، هادشي كامل حنا نشرحوه لك، غير سول ومرحبا بك. بحال مثلا
الناس اللي كتبغي تبدل الماء كيقول لك مثلا انا ما عنديش مثلا اوسموزي بالدار او ماء معدني او ماء ديال مثلا ديال البير باش نقدر نبدل الماء. علاش هاد الانواع؟ حيت حنا ملي كنديروا الماء ديال الصنبور، الماء ديال الصنبور كيكون طالع فيه الكلور، الكلور اوتوماتيكوم ملي كديروا في الماء او لا كتبدل به مثلا الماء ثلوج او لا هذا راه اوتوماتيكوم كيطلع لك واحد النوع ديال البي اش، وهذا وكيكون عندك واحد النوع ديال الحوت اللي هو كان ستابيليز على واحد واحد النوع ديال مثلا البي اش مثلا كان 7 كيطلع 8. علاش؟ حيت درتي الكلور. هادشي هذا ضروري كاين واحد النوع ديال اونتي كلور اللي كنسموه حنا اونتي كلور او اكواطان ديال سيره اي كما شتي هنايا مصوره في الروبيني، كتزيد كتنقص من الكلور في الماء فهمتيني، وكتزيد تطلع واحد الانواع مثلا الكالسيوم بوتاسيوم ماغنيزيوم كتزيد كتطلعهم في الماء، لان هذاك الكا اش مثلا كيطلع بعض المرات خصنا حنا ننزلوه. بالنسبه لهاد الشيء هذا مهم، اي واحد حتى شي حاجه يسولنا حنا راه غادي نجاوبوه اوتوماتيكمون، يعني على الحاجه اللي بغا هو يا ولا المشكل اللي عنده اولا مثلا البرودوي اللي بغا البي اش طلع ليه نزل ليه. هاد الشيء هذا راه كاينين الناس اللي هما متمرنين راه عارفين هاد الشيء. بالنسبه لهذا البرودوي شحال كيبقى خويا عبد الله؟ هذا كيبقى ب 50 درهم، كيبقى ب 50 درهم كيلو، 40 درهم 40 درهم. هادي الثمن العموم خوت حنا راه ما كنزيدوش، هادي كدير 60 درهم في السوق، 40 درهم عندنا حنايا. هادي ميكس 90 درهم، وهاد القشور 70 هي وهاد النوع ديال الماء. الله يشوف عشان ديال السي عبد الله، الناس راه باغيين السي عبد الله ديما كيوسعوا عليه، تعجبهم في الزيت تعجبهم في الزيت زوين. مرحبا تيتهلا فيهم. الى هادي الثمن 70 درهم، 70 درهم. الى ما قدرناش نجاوبوا الناس او ما قدرناش نوصلوا لهم باش نليفريو لهم يسمحوا لينا، راه حنا عندنا الضغط والحمد لله، واخا كاينه ايكيب كبيره راه حنا عندنا الضغط، عندنا مانتونس على برا، عندنا بزاف الحوايج يسمحوا لنا بزاف وصافي. احنا على راه الاشاره، غير الى ما جاوبناكمش عاود صيفط ميساج، عاود صيفط ميساج للمره الثالثه وان شاء الله باذن الله غادي نجاوبوا. تحياتي لك خويا عبد الله وشكرا لك على المعلومات. حسن دابا نكملوا مع دابا عندنا لعاب جديد اللهم بارك. علاش هاد الهوايه وانا مكبروها انا ان شاء الله باذن الله غنتخصص لكم في واحد لي سبيس اللي غنوري لكم اللي كنفهم فيها مزيان، والله سبحانه وتعالى كله عطاه العلم. هاد السيد هذا ما شاء الله عليه متطور، شوف اختصاص ديال كومباتو، اختصاص كومباتو كيفاش تعيش كومباتو. هذا كيقول لك الماء ديال الروبيني تقدر تعيش به الكومباتو. هاد السيد التجربه ديالو تبارك الله مولاها اللي زوينه، وكيفاش عيش كومباتو، كيفاش تطلق الكشكوشه ديالو، كيفاش كله في نهار كيعوم في سيمانه يقدر يفرخ الله ناخذوا عنده معلومات كامله. احنا مع خويا انور غادي قربنا من جميع المعلومات، ومرحبا بالجميع. السلام عليكم، كيدا خويا انور؟ الله يحفظك. مرحبا بك ومرحبا بالجمهور والمتتبعين ديالك، نتمنوا من الله سبحانه وتعالى نعطيهم بعدا واحد الفورماسيون اللي صحيحه، واحد المعلومه اللي صحيحه وسهله يعني بامكان اي انسان مولوع او لا كيبغي هذا الصنف ديال الكومباتو ولا هذا الصنف ديال الاسماك يمكن ليه يتعامل معاه ابتداء من النهار الاول ديالو، يعني ما يلقاش صعوبات، حيت اغلبيه الناس اللي كياخذوا دي كومباتو بحال هكا وكيبدي اغلبيه كيموت ليه. كاينين بعض الاسرار غادي نبارطاجيهم مع الناس باش كلشي يتولع، حيت هاد المحل ديال الناس كاملين ماشي ديالنا حنايا ولدي، ديال الله عز وجل بطبيعه الحال وديال الناس كامله. خويا انور دابا انا جيت اختاريت مثلا كومباتو اللي غادي ندير للدار، كيفاش غادي نتعامل معاه؟ فشنو خصني نديرو؟ اول حاجه بالنسبه للسؤال ديالك، واش الانسان باغي يربي واحد اللي سول ولا بزاف؟ بالنسبه اللي باغي يربي واحد مثلا واحد لاكونتي اللي نفشاري ديال 10، من الاحسن يخدم لا سيباراسيون بحال هاد الشكل هذا، كواريوم واحد غادي يعطيه لا سيباراسيون واحد اكسيتيرا بحال هكا، وغادي يخدم فيه تيرموس تا وحده بحال كلا كلبان، وغيخدم فيه موتور واحد ديال الاكسجين، حيت اللي معروفه على البيطافيش ولا الكومباتون كواسون اللي معروف عليه هو انه كيتنفس خارج الماء، يعني عنده واحد ما عندوش الخياشيم موايا، عنده تقريبا واحد الجيوب رئويه كيقدر يتنفس خارج الماء. سر من الاسرار اللي غادي نبارطاجي مع الناس هي هاد الورقه هادي ديال الشجره المباركه او الكاطاطا اللي معروفه في الهند، كتجي من اسيا معروفه بالكاطاطا،
هادي من بعد الله سبحانه وتعالى كنضمن ان اي واحد غادي يدي كومباطون ومعاه ورقه ديال الكاتابا ان شاء الله باذن الله واحد 90% ديال لاداطاسيون كتكمل هذاك هذا كتحيد ليه ستريس كتعطيه واحد الكولوراسيون كوم صاب بحال هكا واحد النوع من الصوريه اللي هي البيئه ديالو في اسيا حيت هذا الموطن ديالو اصلي الشرق ديال اسيا كاين في بنغلاديش في الهند فهاد النواحي بنغلاديش الهند ماليزيا اكسيتر هو ما تيعيش في لي كورون يعني الماء كيمشي هكا كيتحرك كيبغي المياه راكده شويه ممكن تخدم بحال هكا موتور او لا واحد الفلتر كاسكاد ولكن ما ديرش لهم كورون هذا الشيء في حاله الا كانوا عندك ليما هما اللي كيتسيبارا اما لي فومير راه تقدر تجمعهم فواحد لاكواريوم واحد ولكن من الاحسن تعطيهم الاكسجين في حاله ما كنتيش كتعطيهم الاكسجين تبدل لهم الماء واحد دو فوا تقريبا بارسومين ولا درتي لهم هذا الكاطاب هادي راه كيعيش معاك علاش هادي كطيح البي اش ديال الماء بروميير شوز دوزيام شوز كطيح حتى الكي اش هذاك البارامتر ديال الكي اش كتقادو تقريبا حاجه اخرى عاوتاني فيها واحد لونتي ستريس هي الداخل ديالها فيها واحد لونتي ستريس هانت نعطيك واحد ليكزومبل اخويا الياس شوف دابا تبارك الله هذا المال ضرب تقريبا نقولوا واحد 4 ايام ولا 5 ايام ها هو زوم الناس عليها اخويا الياس زوم اها مرحبا هذا بعدا هذا بعدا واحد المال ساموراي هاد الطفره هادي ساموراي الا لاحظتي اخويا الياس هذيك كشكوشه هادي شنو تتعني يعني المال تبارك الله واجد للخدمه هو على فكره راه في الخدمه ديالو راه ساهل راه بالامكان اي واحد يكوبلي منه السي حسن تبارك الله راه عنده لي فوميل عنده لي مال عنده اي حاجه وبالثمن اللي ربما نقدر نقول لك اخويا الياس غادي نتحدى المغرب كامل ما غتلقاوش الثمن عند شي واحد من غير حاسب هادي بحكم التجربه ديالي بحال مثلا هذا هاد ديمبو هذا ولا هاد كاين واحد الباندا هنايا ما عرفتش فين ولا هاد الساموراي هاد لي بري هادو في دي ماغازين اخرين اللي ما كاينش قل من 120-150 حسن بالنسبه للبري اللي تيدير تبارك الله راه ديال باغي يولع المغرب كامل بهذا المعنى هذا ماشي باغي واحد ولا واحد الطبق بلا حوت كلشي هو يعطانا الله وهذا الشيء كامل درنا على ديك الناس اللي قلنا خويا حسن خلينا الكومباطو بغينا نشوفوا الكومباطو وهذه انا عارفكم مولوعين بحال شي واحد مبلي ولكن ابن الله هذه بلية احسن بلية كتقربك من الله عز وجل كتشوف شي حركات بحال اللي الحوته كدوي معاك وقوم منها تتامل في الله تتامل في مخلوقات الله يقد القلب ديالك تيلين تيولي عاجبو داكشي تيكتشف ان الله خلق هادشي راه ماشي ماشي يعني كيبان لك شي الوان سبحان الله كل مره كتشوف شي راه كيدوخ العقل كتشوف القدره ديال الله عز وجل على ان حوته وحده وفيها مليون لون وتقدر تكثر تشوف اكثر من مليون و19 عام كيف تنقول لكم ديال هاد الدومين الحمد لله هو التجربه وباقي الحال الان كنشوف شي مخلوقات خلق الله عز وجل والدليل على ذلك قول الله عز وجل ويخلق ما لا تعلمون واحد الايه الله عز وجل شهد بها على النفوس ديالنا الله عز وجل اش يقول لك فيها بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم الحق لا اله الا الله محمد رسول الله هذا خير دليل شهد الله علينا يعني احنا شهدنا قال لك الله عز وجل يقولون الله اللي قلت عليهم شي حاجه انا الخير دليل كتشهد لك الله عز وجل العظمه ديالو لا اله الا الله محمد رسول الله خويا انور بالنسبه خويا الياس واحد لاكسيون ولا واحد البوان جبدها خويا حسن زوينه بزاف بالنسبه للكومبات ولا بغيتي تتمتع به ولا تولع به بالمعنى باش يخرج لي فوال ديالو هكا ويبان لك كيلعب وهذا من الاحسن سيميو تربيه بهذه الطريقه اولا بهذه الطريقه يعني مسيباري الذكر كيبدا يتنافس مع الذكر الاخر اما فاش كتحطو نتايا بوكال مثلا هكا ولا كاس ولا الى اخره ما حدث شي حاجه راه سي نورمال غادي تعرض للطومو يعني غيبان لك بحال مكتئب جالس ما باغي يدير والو و كما قلت لك اخويا الياس بالنسبه لهذا الكاطاب هذه كنصح بها اي واحد
الا باغي ربي الكومباتون ويعيش ليه بزاف ويكوبلي منه ويسهل عليه الخدمه، حيت هادي ديك باش مثلا غادي تاخذ غتاخذ واحد الكومباتون غتجيبو معاك للدار، خاصك ديجا فيت تخلي لي واحد الماء راكد والى اخر. انا هادي بالتجربه ديالي ديال سنين تقريبا 12 عام ولا 13 عام في التربيه ديال هاد الكومباتون هذا، ممكن هادي تلخص عليك ديك 20 يوم ديال التركيز ديال الماء ولا ديك الاداباسيون ديال الماء ديال روبيني في 24 ساعه. هادي تجي غطلق الكومباتون ديالك غيبان لك مرتاح ناضي. خويا انور بغيت نسولك دابا اللي كيبغي يفرخ مثلا كي ما عندوش فكره يمتى غيوجد الدكر يمتى غتوجد التوا العلامات ديال كيفاش غادي يوجدو. هادشي سؤال مزيان. بالنسبه للتفراخ تنشدوا المار والفوميل بحال هكا قدروا نديروا لهم نفس الخدمه ولا في كواريوم سيباري ولا غير قرعه كما كانت كنحطوا الفوميل هنايا والمال كنطلقوه، حيت المال دائما كما وريت في ليكزومبل هو اللي كيوجد العش عكس الغورامي راه تقدر تلقاهم بجوجهم حيت هو تقريبا نفس الفاصله، مو هذاك موضوع اخر. الا بغيتي المال تكربو ونتيوا فوالا، الا بغيتي الفوميل والمال ديال الكومباتون يوجدوا لك في اسرع وقت غادي تعطيهم جوج ديال الحوايج. اولا هو تو بي فيكس، الا كان موجود واحد الدود ديال الماء غادي النسوة غادي تعمر البيض دغيا والذكر حتى هو تبارك الله غادي يوجد باش يلقح دغيا داك البيوض اللي غتهبط من النسوة. قلنا خويا انوار العلامات ديال باش كيصايب العش الذكر هي هذه كتبان اكبر علامه على ان الذكر غادي يكون هذه عند الذكر وعند النسوة باش غنعرفوها انها واجده 100%. الحوض ديالها يعني البطن ديالها منتفخ هذه كتعلم علامة الجوازه ديالها اما الا كانت بلق يعني الكرش ديالها مجموعه راه ما واجد. ولكن الا بغيتي تسرع العمليه باش هذا كاينين جوج ديال لي شورت جوج ديال الاختيارات باش اولهم هو تو بي فيكس بطبيعه الحال كما شرحنا هذه القضيه ديال الكاطا، وثانيا الا كنتي غتوكلها باش تعمر بالبيض دغيا غتعطيها واحد الكومبليمون اليمونتير يعني اللي خاص بالانسيك يعني ماكله ديال الحوت تكون لا باز ديالها انسيك انسيك تقريبا كتكون 90% بروتين حيت هذا الحوت هذا الكومباتو ماشي نباتي تقدر تعطي لاسبيرولين على ود المعده والمصارم ديالها باش ينقي المعده والمصارم ديالها، اما خاصك تعطيه واحد البرودوي راه كاينه عند حسن بعض المرات تتكون عنده وراه جبتيها يمكن تجيبها ماكله انسيك فين ضروري البروتين تكون غنيه بالبروتين كتكون غنيه بالبروتين هي لا باز ديالها ديال الحشرات والديدان ديال الماء هادي باش توجدهم لا كومبليمون دغيا. ودابا ملي وجدوا كما قلنا خويا انوار نعم. شفنا العلامات بين الذكر والنتوى غنطلقوا ليه ديك الساعه لا تلقوش خاصهم بعدا كي كتكون واحد العمليه ديال التعارف كيكون الذكر كيدور حداها كما قلنا طلق الفمات بحال مثلا هذا هو المال وهذه هو هذه هي لافول كيبقى يشوفها المال هو هذا اللي قلنا مطلق فوالا نفس القرايب شحال ديال المده تبقى مع بهراكا تبقى قليله واحد الترواجو باش كيولفوا بعضياتهم حيت لا طلقتي هذيك الساعه يقدر يمشي بغي كوبلي معاه صحه ولا ما بغاش كوبلي اكثر خصو يكون واحد الانسجام بيناتهم فوالا وبالنسبه اللي فومير راه كيعيشوا مع بعضياتهم راه ما كاينش المشكل كاع وشحال المده دابا كما قلنا دوزنا هذه المرحله 3 ايام باش يتعاود شحال المده نخليو معاه مع الذكر الفومير باش تطلق معاه الفومير تدرك وتعطي واحد البلاصه اللي مظلمه شي شويه اين فوا يعصر منا البيض كتحيدها انت فاش كتجي تشوف العش كيبان لك فيه واحد النقيطات صفرين راه كيبان واخا هنا حيت ما كاينش طبيعي بحال البيض كيبانوا لك واحد النقيطات صفرين ديك الساعه خصك تحيد النشوه حيت الا حس الذكر المال حس بها كتهدد لي البيض ديالو كتمشي حدا يقتل اوتوماتيكمون ما غاديش يعرف صافي تخلي غير الذكر اسهل الاسماك واخا بنادم كيسمع هاد الشيء كامل راه من بين اسهل الاسماك باش تشكوك ماشي شي حاجه وتبارك الله السي حسن راه دخل انا الصراحه 12 عام وهذا وراء بعد التصور اول مره كنشوفه في المغرب الصراحه هذا بعدا راه هو وهذا الباندا هذا والكويس تبارك الله كاينين بزاف راه من بين تقريبا اول مره كنشوفهم في المغرب راه ما الله يبارك لا تبارك الله راه الساموراي راه بوحدو الا حطيتيه راه يديك العالم ديالو بوحدو مريح في الدار بوحدو هذا اللي كنا تنقول لهم ديما في الفيديو حتى في لاي الساموراي تبارك الله وهذه هاد لاسبيرونين هادي راه مزيانه اخويا الياس الفاطمه الكومبات
مزيانه لي هاد السبيرولين بالحق مره كاينين تبارك الله طفرات انا اخويا الياس نوريك كاينين اللهم بارك راه انا دخلت انا مولوع بهذا الشيء قديم وانت هاد الالبينو هذا تبارك الله كاينين بزاف البينو اخر راه واحد ينسيك في الاخر راه تكون مثلا كتعشق الالبينو غادي تحير باش راه ما خاصك ديهم كاملين يلاه تقنع يلاه تقنع اللهم بارك راه هذا الشيء تبارك الله حسن كنشكروه بعدا ولعنا حنايا كا واخا هذا الهوج هذا نورمال راه غير هو الحجم ديالو هنا بالنسبه باش يعرفوا المشاهدين الصدق ديالنا فاش شرحنا لهم على الكاطابا وهذا باش الانسان يعرف الا دور شي خويا الياس على لي كواريوم كاملين ولا هاد لي بواط ديال الكومباطا راه كلهم صفرين كلهم حاطين فيهم كاطابا ان شاء الله الياس راه هي هذه بالنسبه كومباطا واحد راه كنديروا غير طريف كافي كافي وعطيناهم تي بي فيكس راه كانت عندنا سقادات عطيناهم اليوم تبارك الله ست ست جي تي بي فيكس ان شاء الله تبارك الله وكاين غنوريك شي كاينين اللهم بارك كاينين طفرات تبارك الله راه ما شاء الله تبارك الله في الناس اللي مصيده ما شاء الله ما شاء الله الناس اللي قال لنا زعما حسان عز لينا قالت لكم الزوين عزيز عليكم كاينين اللهم بارك كاينين طفرات انت بلو موسكو تبارك الله اللهم بارك يس اخويا نحفظ الله يبارك هذا يا اخوان الالوان اللي كاينين اللهم بارك كما قلت لك اخويا الياس راه هما فاش تطلق مع بعضياتهم راه كيولي عندهم نشاط وكيطلق لي فوال ديالو يعني الانسان ديما الا بغى يدي كومباط من الاحسن يدي جوج من الاحسن باش كيبقى فيه ديك النشاط الحيوي احسن من واحد هذه كنصيحه ديالي والتجربه ديالي والعلم عند الله انت تبارك الله وحده شاندات اللهم بارك شوفي راه تبارك الله كلهم طالقين لي فوال ديالهم وكلهم دايرين العشاش اغلبيه لي فوال دايرين العشاش تبارك الله هنا باش تعرف ان خويا الياس عندنا الكاميرا خصنا ندير لكم حلقه هذه الكومباط الكومباط جاو عندي شي ناس قالوا لي عرفتي قالوا لي واحد الكلمه زوينه قالوا لي شي ناس قال لي قدر الله الكومباط كان تيعيش مع خوه كلشي غيقول لي مولع مع الكومباط كاين حتى واحد مغير هذا في واحد الجماليه بوحدو ماشي تغادروا الوان ودابا السي لاريفاجي يجيو الوان اخرى لا دابا ها انت اخويا حسن راه الاحمر وهذا احمر ولكن مختلفين كلهم الجماليه ديالو الازرق عاوتاني مع الزرق هما كلها سبحان الله والجماليه ديالو الله معروف بهذ الطفرات ديالو كومبارا الانسان راه اكواريوم بوكا ميترو واخا يقسمو 10 سنتيم على واحد 20 سنتيم راه يتولع ديالو بصح والناس ننصحهم اللي بغى يخدم الكومباطو واحد الاستاذ مصري تيقول له ما عنديش 10 كومباطوات ما تخدمش انا قلت ليه على الاقل اللي باغي غير يتولع لا هذوك قلنا اصحاب الخدمه شنو نهضرك على وي على اصحاب ليرفاج ليرفاج هذوك خصهم يكون عندهم لي فاميل خصهم يكون عندك واحد كما قال لي اخويا هو كتحير سبحان الله شنو تاخذ لا واخا تاخذ البيت درناه بالعاني ديك البيت باش تلقى هذا بحال الدوري بحال الذهبي اللهم بارك انا غنبدلو ليه الكولوراسيون ديال البوله دابا كيهيج عليا اخويا الياس انت كيشوف هذاك الاخر حدا اون فاس معاه صافي غي وهادي من حتى هي من الاسرار باش تربي كومباطو ويبقى عندك ديما اون فورمي تحط ليه خوه تحطاش بوحدك طبيعة الحال ماشي نفس البال حيت غيدار يكون مسيبار عليه يكون مسيبار عليه وتمتع بالجماليه ديالهم ديك الساعه تقول لهم اخويا حسن الياس وهاد الماكرة تقريبا حتى هي راه البروتين هادي كلها كومباطا هي كلها البروتين هادي كنوكلها لي والله هادي كنوكلها للحوت كامل عندي غير شوية هاد المسألة تاع الإنسان اللي كيربي الكومباطا ها انت راه أربعة الحبات خمسة كافيين في النهار خمسة ربع عندك يدي هذا أربعة خمسة ومرة في السيمانة جوعوا واحد المسألة نسيت ما قلتهاش لكم مرة في السيمانة لي كومباط ومرة في السيمانة ولا يومين كاع في السيمانة خصوصا لك كنتي كتعطي تشي بي فيكس تشي بي فيكس ما تفوتش جوج مرات إلا كنتي كتعطي مثلا الماكلة بحال مثلا هاد السيمانة جوعوا نهار السيمانة الأخرى يومين من الأحسن سيمين باش كيبقى الصحة ديالو مزيانة حيت ما عندوش واحد ليسباس فين كيتحرك ما تعطيش العلف بزاف
شويه ومره في سيمانه نهار واحد لو جو غتعزلو انت كمولوع مثلا عندك فيه راحه اكسيتيرا ولا عندك فيه ما كتخدمش ولا شي حاجه بحال هكا جوع مره في السيمانه والسيمانه الاخرى سومي بروشي يومين واحد دو جوغ حبس عليه الماكله راه تيهضم تبارك الله وكيخرج داكشي كامل والما ضروري مره في 3 ايام مره في هذا شويه ديال هذا وكتعبر كتهني وانا اخويا بغيت نسولك علاش على حساب شحال تبدل لي الماء المده شحال الماء بحال مثلا نعطيك مثال عندنا مثلا بحال هذا الحوض هذا هذا عامر شل هنا نديرو فيه حنا كاع واحد 10 سنتيم عامر غتبدل واحد 3 سنتيم من التحت واحد الباكون بيبا تكون عندك كتنقي ليه الماء مزيان من هنايا وتزيد بحال هذا راه كبير شويه تقدر تبدلو كل مره ب 50 كان شي فوكالا صغير هذا من الاحسن 30 هذا خويا الناس تعطي لي بلون 12 واحد الكلمه للمشاهدين ديالنا ماشي يقولوش درنا العدل هذا والله العظيم ديال السيد راه ديال الرباط وتحيه لجميع المغاربه جميع خوتنا جميع العالم خوتنا العرب كاملين تحيه لهم وكنسال الله عز وجل من خلال هذا المنبر هذا الدعاء الاخوان ديالنا الدعاء ديال الاخوان ديالنا في فلسطين اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم غلبهم على من ظلمهم الفرج على جميع المسلمين ان شاء الله الدعاء تيتسالونا صراحه غنسالوا عليهم هنا ما كلفنا الله اليوم لا حول ولا قوه الا بالله كندعيو معاهم كنطلبوا الله عز وجل يبدلهم دارا احسن من الديور ويغنيهم من فضله ويغلبهم وراه هما النصرة ديالنا هما السبب ديالنا باش حنا دابا حنا ما عندناش الايمان الله يسمح لي ضعيف هما كيوريونا الايمان السبب ديالنا كاع فاش كنصلي والسبب ديالنا كاع ابا الدعاء محتاجين حنا ندعيو معاهم حنا محتاجين نفوسنا حيت لما دعيناش معاهم غتولي الانفوس ديالنا خايبه ونطلب الله عز وجل كاع الخوت يدعيو معاهم الله ينصرهم ومبشرين بالرسول صلى الله عليه وسلم انهم سينصرون تبشيرا من الله ومن الرسول سينصرون ولو بعد حين وكاين ان شاء الله الخير باذن الله سبحانه وتعالى. اللهم يسر خويا حسن وتحياتي الاخوان كاملين. خويا انوار تحياتي لك وشكرا على المعلومات. وكنتمناو يدعموك حيت راك كتوصل واحد الامانه للناس وكتوصل واحد الصوره اللي حقيقي للناس تنتمناو منهم يدعموك ويبارطاجيو هذا الفيديو حيت حنا راه ما تنديرو والو غير كنتولدو. وكنريحوا البنادم في النفسيه ديالو الله يلعن وعاود الله المعين وريهم اخا الياس باش يعرفهم على قبل عاود بقينا حنا في الصوره وريهم باش يعرفوا على قبل كرسي مساعدة انت الظلمه والله ما نكذب عليكم كان عندنا بزاف هاد الايامات كنطلب الخوت ديالي كاملين اللي بغى شي حاجه ديال لي بريزو قرب معايا خويا الياس شويه ها كيفاش اللي بغى شي حاجه يحاول يدير بحال السيد يوسف الله يجازيه من خير من تارودانت يجمع الكوموند ديالو نصيفطو ليه والله الا عندنا واحد الضغط راه ما جمعتش الطوطال حتى ما عرفتش كاع لا ما عرفتش الطوطال حنا نجمعو ليه الطوطال المهم هي الكوموند ياخذ الطوطال بحال هكا كيسهل عندنا الماموريه والله الا عندنا واحد الضغط لا اله الا الله محمد رسول الله كنبغي نديرو كل واحد حقه اضطريت حطيت في طروه ماكازان السلعه ديالي غير باش الناس ما يقولوش لي تقاد هذا الموديل خويا حنا كوموندينا انا كيبقى فيا الحال والناس كنقول لكم شوف ملي يجي لاريفاج راه لي كوموند الاول هو اللي ديالو انا ربع المرات كيجيو عندي الناس راه شافهم الياس كيتخاطفوا على السله تنقول لهم لا الجمهور ديالي ديما انا بحال كنهضر على الجمهور بحال شي ام على ولدها تنقول لهم خليو لي ولدي والله الا تنفوتكمش علاش حيت عارف شي ناس اللي عم ما كلفهمش الله ما مكان ما كتبش لهم باش يجيو عندنا لهنا لسوق عيون خاصهم ما يوصلوا يتولعوا حتى هما الوقت ديالو ما مساليش مع الخدمه عنده لوازم ديالو عائليه وهادي الله يحسن العوال حنا كنحاولوا نتعاونوا مع بعضياتنا الله يسر الجميع نطوروا ديما الجديد هذاك الشيء اللي كاين هذه ما جات نقول اي الله الله هو اللي كيسخر هذا الشيء ان شاء الله كل شيء تولع المغرب كامل ان شاء الله يتولع مع حسن كل شيء كل شيء وكنوعدكم بواحد الجديد خفيه كاين حتى هو ان شاء الله هو يخلي مفاجاه ان شاء الله ضروري وان شاء الله بلي زوينه ديال الحوت الانسان سبحان الله كتحيي حتى ستريس الله يربح لهاد المرض ديالو الله يبارك ليكم كتب ليه في النصيب ديالو من دابا من هذا الفيديو هذا غيكتب لواحد الانسان حنا الحمد لله نديروا واحد الحوايج اللي زوينين كيف قال واحد السيد قال لك بغينا 10 لا يمكن ما شفت السيطاك وكان هذا ما كاينش حسن ما كانش يربح كل شيء برومي انا غيدي هذا الدوزيامه غيدي كومباتو احسن كومباتو غنعزلو لي عندي كومباتو في الدار حاطهم كنتولع بهم نجيب لي من الدار او على الكومباتو مع الله وصلت مع سميتو والفائز الثالث هو كذلك ومثال فائز الثاني هما حصل دار ثلاثة ديال الفائزين دابا الفائز الثاني غياخذ كومبات الفائز الثاني غياخذ كومبات بالنشوة ديالو
بالنتيوه ديالو هاد الكوبل اه والمعلومات خدينا مع خويا نور باش يعرف باش يتعامل معاهم خدينا المعلومات مع خويا نور والله الا باقي الخير انا باقي باش نشوف باقي الباطه الفوق خير باقي تبارك الله الله عاوتاني خير بخير يعني راه دايرين هادشي اللي فهمي ان شاء الله هادو اللي بغى يخدم لي فريمي ديال الدامبو هادو واحد الناس كيعيطوا عليا كنسولو شحال عندك من عام عمي كيقول لي 40 50 سنه كنعرفهم حريفيه تيعرفوا لا شيء هادو الدامبو سميتها الله يبارك فيك فهمي الدامبو انا عطاو كل حقه بالنسبه لواحد نسال الناس نسيتها وسمح لي كني داك القرايه ديال الكاطاطا المويه ديال فيليه العشب العجيب ها هي العشب العجيب المخدرات ديال المخدرات ديال الكومباطا هي الطريقه ديال التحضير ديالها بالنسبه للناس اللي ما مساليش واللي ما فيه اللي بقى يحط ورقه غترقدها ياك وغدير هذه العمليه مثلا عندك لي باغ واحد وفيه بزاف غدير هذه القضيه هذه بحال هكا شويه راه ستريس كلشي كيحي وتشاف لا كوبلومو كتعاونك تقريبا هاد الكاطابا 50% وقليله ولا خاصه واحد القضيه راه تبارك الله حسن راه سهل هاد المسائل راه كاطابا واحد لقيتها باش تبغيها راه ما يمكنش وتا البري ديالها راه تبارك الله راه مناسب بعض المرات كوموندي وما نكذبش عليكم كوموندات انا نوريكم الاسرار والخبايا ديال شي حاجه الله يسهل على الجميع اللي بغى يحل شي محل حنا نتعاونوا معاه نوريك من تجيب السلعه واللي ما لقيتهاش لقيتيها عندنا نيسرو معاك فيها شي حوايج كنكومونديهم حتى انا من علي بابا كنجيبهم بلا كوموند وهادي كنجيبهم كنبيعهم للناس راس مالهم علاش غير كليان حيت محتاجين لهذيك الحاجه حنا كنربحوا في حوايج اخرين الله سبحانه وتعالى رازقنا من حوايج اخرين وش حوايج البساط ما كنبغيش نزيرو على واحد المبتدي يلا كيكون كليان ديالنا ونهار ديال لاباس ما تنساش خوك احبكم في الله كامل دراري صغار كل شيء تيدعى الدعوه اللي سمعنا الله يلا بارك عنا الله يجازيكم بخير اللهم يسر خويا حسن ويسر الجميع انور خويا تحياتي لك شكرا لكم على المعلومات المشاهدين والمغاربه كاملين واي واحد بغى يتولع راه حسن يسهل على الوالد ديال المضمر ديال الوالدين شحال من كولور اخ الياس اصفر ازرق اكحل ابيض هاد اربعه الاول اللي بانوا ازرق فونس هذا كيبان لك تبع وحدك مع الولاعه كتشوف في خمسه الوان ولا سته طبيب طبيب ديال الكومباطو معانا كل مره اللهم بارك تنتبادلوا حتى الدومين بحر اللهم كل شيء شي معلومه عندنا الحوت حتى هو راه كله اختصاص ديالو كارنيفور بوحدو والمالح بوحدو اللي كيولد بوحدو كل واحد فاش كيتعشى الله العظيم